السلام عليكم. اليوم سوف نقوم بسرد الحكايات كجمولة الدكية التي هي في الوحدة الرابعة مجاء الحي والدواري. استمعوا معي. كجمولة الدكية. لن أنسى أبدا كجمولة الفتاة الدكية التي كان يحبها جميع أهل القرية. كانت كجمولة ترعى الغنم، وكانت وهي في طريقها إلى المرعى تنشد أناشيد تعلمتها من أطفال يذهبون إلى المدرسة القرية. وفي الظهيرة عندما تجلس الأغنام لتستريح تحت أشجار ضليلة، تأخذ كجمولة عودا وترسم على التراب حروفا رأتها من نافذة حجرة الدراسة مكتوبة على السبورة. ذات مرة سمعها فقيه الكتاب تردد أناشيد وحروفا، فقصد أباها وقال له غاضبا: يا محمد، يجب أن تلتحق كجمولة بالمدرسة. طأطأ الأب رأسه يفكر: هل أرسل كجمولة إلى المدرسة؟ ولكن من سيرعى الأغنام؟ لا لا لا، يمكن أن أرسلها إلى المدرسة. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال: لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلا على كجمولة ولم تنم من شدة شوقها إلى المدرسة. في الصباح ارتدت وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بكجمولة وأجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة وكجمولة تتعلم وتجتهد فحققت نتائج باهرة. إذن كما تعرفون لكل حكاية شخصيات القيم المروجة في هذه الحكاية والزمان والمكان. إذن كما تعرفون الشخصية الرئيسية في هذه الحكاية هي كجمولة البنت الصغيرة، الفقيه والأب، وهناك شخصيات أخرى ثانوية وجانبية. ثانوية كالأستاذة، وجانبية كالأطفال. السرد. إذن سرد مباشر للحوار بلسان الشخصيات. المكان المرعى والمدرسة، هذه كلها أمكنة في هذه الحكاية. الزمان النهار يدل عليه الرعي، عندما نقول الرعي إذن يكون في النهار. القيم المروجة في الحكاية: حب المدرسة والدراسة، الحق في التعلم.